منذ اليوم الأول تعهد مجلس الإدارة مع أعضائه على النجاح والعمل والإخلاص لصالح النادي الأهلي دائما، ما يؤكد مجلس الإدارة على تطوير كافة المنشآت والخدمات، فعضو الأهلي يستحق دوما كل جديد وكل مفيد للبيت الكبير. شوف احنا بنينا العيلة دي على ايه؟ اول ثلاث كلمات تحت، اساسها التاريخ واساسها المبادئ واساسها التطوير، هي دي عيلة النادي الأهلي اللي مبنية عليه ومش هنتنازل عنها ابدا. من هنا انطلقت شرارة العمل لصالح الأهلي من خلال شعار جمع كل المحبين: تاريخ، مبادئ، تطوير. قيمة وعظمة النادي الأهلي في حضراتكم وفي تاريخه وفي مبادئه وفي تمسك مبادئ وقيم وتاريخ، ده هي دي عظمة النادي الأهلي اللي إن شاء الله بإذن الله هتستمر وهتستمر إن شاء الله لنهاية العالم بإذن الله. لا يدع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي فرصة إلا ويشدد على أن أعضاء الأهلي يستحقون الكثير، وأن مجلس الإدارة يتطلع دائما إلى مواكبة التطور في كافة المجالات بما يليق باسم ومكانة النادي، يتلائم مع طموحات وأحلام أعضاء وجماهير الأهلي على كافة الأصعدة. عائلة الأهلي زي ما قلنا بكده في برنامجنا، عائلة الأهلي هي دي العيلة، كل أنواع الأسرة، أنواع الأسرة كلها هي دي العيلة. وضع مجلس إدارة الأهلي قبل توليه المهمة خطة شاملة ومتكاملة في إطار برنامج عائلة الأهلي لتطوير مقرات النادي المختلفة. في كل يوم هناك جديد داخل النادي الأهلي بالجزيرة، والنادي الأهلي بمدينة نصر، والنادي الأهلي بشيخ زايد، وبدء خطوات إنشاء مقر النادي بالتجمع. يؤمن مجلس الأهلي بأن مجالس إدارات النادي المتعاقبة تكمل بعضها البعض، هدف الجميع هو خدمة الأهلي والمنتمين له. كنت منتظر رد فعلكم، لأن رد فعلكم ده ثقة لينا، ورد فعلكم ده لازم تفهموا يليق بيكم أنتوا، يليق بالنادي الأهلي وبتاريخه. بتوفيق من الله أنجز مجلس الإدارة حوالي 85% من البرنامج الانتخابي في مختلف المجالات والإنشاءات. كلنا بنكمل بعض، كلنا هنبني الأهلي سوا مع بعض، كلنا هنجيب بطولات زيادة على الأهلي مع بعض، لازم دايما مفهومنا. هكذا كان الوعد، هكذا أصبح الواقع بعد التنفيذ والوفاء بالعهد. هناك الأفضل في المستقبل. عمل مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي بالنادي على تطوير العديد من المرافق حتى وصلنا إلى مرحلة إنشاءات بوابات عملاقة يتصدرها نسر الأهلي المحلق دائما في عنان السماء ورمز شموخ الأهلي وكبريائه. ضمت البوابات أجهزة إلكترونية حديثة تضاهي الأندية العالمية وتضع الأهلي في المكانة التي يستحقها. شهد النادي خلال العامين الأخيرين طفرة حقيقية في تطوير المنشآت الرياضية والخدمية والترفيهية، وذلك تحت إشراف مباشر من مجلس الإدارة والمستشار الهندسي للنادي وبتنفيذ جهاز المشروعات بالقوات المسلحة. أما مدرج التتش فقد شهد إنجازا كبيرا نال إعجاب الجميع بعدما شهدت مراحل التطوير الانتهاء من المدرج الجديد بعد فترة طويلة من التوقف، حتى أمر مجلس الإدارة بالبدء في التشطيب والتجهيز ليبهر الأهلي الجميع بغرف خاصة للفريق الأول لكرة القدم تضاهي أحدث الغرف بأكبر أندية العالم.
تضم مكاتب إدارية وغرفا خاصة للمدربين ووحدة للعلاج الطبيعي وأحدث وحدة استشفاء في العالم بالنيتروجين، إلى جانب مغاطص بنظام التسخين وسونة وصالة جيم على أحدث المستويات العالمية وقاعة للاجتماعات والمؤتمرات. وطالت أيادي تطوير صالة الأمير عبدالله الفيصل بالجزيرة، حيث تم تطوير نظام تكييف الصالة الذي لم يشهد أي تجديد منذ عام 92، والبدء في تغيير أرضيات الصالة للمرة الثانية في تاريخها. كما يشهد مقر المركز الإعلامي حاليا تطويرا هائلا، هذا بخلاف البدء في تغيير أرضيات النجيل الصناعي للملعب الخماسي. نالت صالة الكاراتي بمقر الجزيرة اهتماما كبيرا حتى تحولت إلى صرح عملاق على مساحة 500 متر مربع، بعدما كانت عبارة عن خيمة مفتوحة تتعرض للحريق والتلف من آن لآخر. تضم حاليا مدرجات لائقة بالمتفرجين لإتاحة الفرصة لأولياء الأمور لمتابعة أبنائهم بشكل يليق بعضو الأهلي، إلى جانب تكييف الصالة بتكييف مركزي بأحدث التقنيات، إلى جانب نظام صوتي حديث. أما صالة الجمباز فشهدت تجديدا معماريا شاملا على مساحة 700 متر، إلى جانب تجهيز الصالة بأحدث الأجهزة بعد التعاقد مع كبريات الشركات العالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي للجمباز. وفي مقر الجزيرة تم تجهيز صالة لتنس الطاولة للأعضاء، وعلى مساحة 2000 متر تم استكمال أعمال التشطيب لمبنى الصالونات وتجهيزه بالأثاث اللازم، مع تشطيب دورات المياه والمظلات وإضافة مطعم لخدمة الأعضاء. وشعر عضو الأهلي بسعادة مضاعفة بعدما اهتم مجلس الإدارة بشكل كبير بأسوار النادي المختلفة حتى أصبحت مثار إعجاب الجميع بنفس ألوان الأهلي وروح الأهلي. ضمت الأسوار مساحات إعلانية مميزة سوف تدر دخلا ماليا كبيرا لخزينة النادي خلال الفترة المقبلة. قرر مجلس الإدارة توحيد أشكال وألوان أسوار النادي في كل المقرات لتصبح الأسوار علامة مسجلة ترتبط باسم وشعار الأهلي. وشهدت مقرات النادي الثلاثة تطويرا هائلا لتجهيز وتعديل دورات المياه للرجال والسيدات، ليشعر كل عضو بالأهلي بفارق كبير، خاصة مع تركيب أحدث أنواع سيراميك وتشطيب مميز لكافة الأعمال وتركيب أسقف معلقة ونظم تهوية على أحدث المستويات. في مدينة نصر تم إنشاء مناطق جلوس كبيرة على مساحة 6400 متر تضم 12 منفذا لأشهر البراندات العالمية، وشاشة عملاقة لإذاعة المباريات، وشلال مياه، ونافورات، وتجهيز المنطقة بأحدث الأثاث. تم تزويد صالة الكاراتي بمدينة نصر بتكييف مركزي لمساحة 800 متر.
يتوقف حجم الإنجاز ومراحل التطوير عند هذا الحد، فقد تم إنشاء أكبر منطقة ترفيهية للأعضاء بمدينة النصر، ضمت حمام سباحة للكبار، حمام سباحة للأطفال، حمام للأمواج، مع تجهيز كل الحمامات بنظام التسخين، ومنطقة جلوس للأعضاء وبوابات ومطاعم وكافيهات. هذا بخلاف تطوير هائل بملاعب الناشئين بمدينة نصر، وشهدت أكاديمية كرة القدم طفرة هائلة في التطوير بعد تجديد أرضية الملاعب بأحدث أنواع النجيل الصناعي والمطابقة لمواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وذلك على مساحة 20,000 متر، إلى جانب تطوير شبكة الإضاءة وتركيب مظلات للمتفرجين لإراحة الأعضاء والمترددين على الأكاديمية، والبنية التحتية لمبنى الاستراحة، وتطوير صالة الطعام لقطاع الناشئين وغرف الملابس، والانتهاء من تطوير المبنى الإداري ومكتب الاشتراكات بفرع الأكاديمية بمدينة نصر. على مساحة 300 متر بالمقر الإداري بالشيخ زايد جرى إنشاء مقر للشهر العقاري ومكاتب إدارية ومقرات للبنوك، والبدء في إنشاء مجمع للسكواش وللكاراتي وأخرى للجمباز، وملعبين بالنجيل الصناعي، والبدء في إنشاء مسجد. وفي التجمع الخامس تم استخراج التراخيص الخاصة بالبنية التحتية لبدء العمل في انطلاق هذا المشروع العملاق، وتم سداد قيمة القسط الأول وعوائده لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، والبدء في إجراءات تعقد لإنشاء المرحلة الأولى التي تتضمن مبنى اجتماعي ومناطق خدمية ومناطق جلوس أعضاء وملاعب مختلفة. وخلال صيف 2019 تم تأجير فندق مارينا لخدمة الأعضاء وتجهيزه بشكل لائق ورائع، هو ما أسعد أعضاء الأهلي الذين أقبلوا على المصيف الجديد بشكل مكثف، خاصة مع توافر الخدمات والمطاعم والكافيهات وكل سبل الراحة لعضو النادي، إلى جانب تطوير كبير في منتجع النادي بمرسى مطروح. هكذا يكون العمل لصالح عضو الأهلي، فالوعود ليست مجرد كلمات تخرج من الأفواه، بل هي عهد يستحقه عضو الأهلي، يصر مجلس الأهلي على الوفاء به. وفي النشاط الرياضي واصل الأهلي ريادته محققا نتائج رائعة في كل الألعاب، فاز الفريق الأول لكرة السلة ببطولة دوري المرتبط للرجال، إلى جانب العديد من البطولات في المراحل السنية المختلفة، فاز فريق السلة للسيدات ببطولة الدوري الممتاز وبطولة المرتبط، حقق فريق طائرة رجال الثلاثية بالفوز ببطولة الدوري وكأس مصر وبطولة إفريقيا، هو نفس ما حققه فريق سيدات ليتربع الأهلي على عرش الكرة الطائرة بلا منافس. نال الفريق الأول لكرة اليد بطولة كأس مصر.
فاز فريق سيدات ببطولة الدوري وبطولة الكأس إلى جانب السوبر. وتوالت الإنجازات في ألعاب تنس الطاولة والتنس الأرضي والإسكواش. حققت فرق الكاراتيه العديد من الألقاب والبطولات سواء على المستوى الجماعي أو الفردي، وعلى المستوى المحلي أو الدولي. وشهد العام المنقضي تحقيق العديد من البطولات المهمة في ألعاب القوى والجمباز وألعاب الماء، سواء في السباحة القصيرة أو سباحة المياه المفتوحة وكرة الماء والسباحة التوقيعية والغطس. وفي ألعاب ذوي الهمم حقق الأهلي الكثير من النتائج الرائعة في ألعاب مختلفة، ليستحق كل أبطالنا التكريم اللائق من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب في حفل كبير. ونجح الأهلي كعادته في تنظيم العديد من البطولات المهمة بنجاح ساحق نال تقدير الجميع، هذا بخلاف الدور المجتمعي الذي لعبه النادي بالمشاركة في العديد من المناسبات المهمة ودعم العديد من المنشآت الصحية، مثل مستشفى بهية، مستشفى سرطان الأطفال، رعاية دوري ساتوك للأيتام بحضور عدد من نجوم الكرة العالميين، وتوقيع بروتوكول مهم مع منظمة اليونيسيف لحماية الأطفال. إقبال كثيف على الاشتراك في تطبيق أعضاء الأهلي وخدمات متنوعة في فروع النادي الثلاثة. شهد تطبيق الأهلي ميمبارز الذي أطلقه النادي خلال الأيام الماضية إقبالا كثيفا من قبل أعضاء النادي، وذلك نظرا للخدمات المتعددة التي يتيحها التطبيق لخدمة الأعضاء في مختلف المجالات، والتي تضع الأهلي في مصاف الأندية الإلكترونية والتحول الرقمي. كان النادي قد أعلن في مؤتمر صحفي موسع قبل 3 أسابيع عن إطلاق تطبيق الأهلي في إطار توجه مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ليكون الأهلي في مقدمة الأندية في الشرق الأوسط مستخدما المدفوعات غير النقدية. يقدم المشروع خدمات كبيرة للأعضاء والجماهير، على رأسها سداد الاشتراكات السنوية والأقساط أونلاين دون الحاجة للذهاب إلى المقر، والحصول على بطاقة العضوية من قسم الاشتراكات أو عن طريق خدمة التوصيل للمنازل. يمكن للأعضاء من خلال هذا التطبيق أيضا التعرف على جميع الخدمات التي يقدمها النادي، مثل قائمة المطاعم الموجودة في المقرات الثلاثة، مواعيد التدريبات الخاصة بالأنشطة الرياضية في مختلف المراحل العمرية، ويجري حاليا التجهيز لإطلاق خدمة حجز وسداد رسوم الرحالات. تتضمن المرحلة الثانية من التطبيق إضافة خدمة سداد اشتراكات مدارس الألعاب، ويتضمن التطبيق أيضا قسما خاصا بالشكاوى والمقترحات والاستفسارات، ويتم من خلاله التواصل المباشر بين إدارة النادي والأعضاء، ويتم الرد عليهم في غضون 48 ساعة. كما يتضمن التطبيق قسما خاصا بأخبار الأهلي والفعاليات اليومية التي يشهدها على مدار الساعة في كل فروعه، ويقدم التطبيق أيضا مسابقة يومية حيث يتم حصر الإجابات الصحيحة واختيار 3 فائزين في نهاية الشهر وتقديم جوائز قيمة لهم. على صعيد قطاع كرة القدم، نجح مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم يناير الماضي بتدعيمات قوية. حمدي فتحي، محمد محمود، محمود وحيد، ياسر إبراهيم، حسين الشحات، جيرالدو، واستعارة رمضان صبحي، وعودة صالح جمعة من الإعارة من السعودية. كما تعاقد الأهلي بداية موسم 2019 مع كل من محمد مجدي أفشا، محمود متولي، أليو ديانج. فاز الفريق الأول لكرة القدم ببطولة الدوري موسم 2018-2019. كما نجحت لجنة التخطيط بقطاع كرة القدم في التعاقد مع المدرب السويسري ريني فايلر كمدير فني
لينجح في قيادة الفريق الأول لكرة القدم في أول مباراة له تحت قيادته الفنية في الحصول على كأس السوبر المصري وتحقيق نتائج طيبة حتى الآن دون هزيمة. حصل الأهلي على المركز 21 عالميا في التصنيف الدولي، وتصدر قائمة أفضل الأندية العربية لعام 2018، كما احتفظ الأهلي بريادته كأكثر أندية العالم تتويجا بمجموع الألقاب المحلية والقارية والدولية ب 118 بطولة، كما تصدر قائمة أعلى الفرق في القيمة التسويقية في إفريقيا. أعضاء وجماهير الأهلي، افرحوا بناديكم العظيم، فليس في عالمنا سوى أهلي واحد، النادي الأهلي للرياضة البدنية.